سلام عليكم. تفضلوا استريح. تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحضور الكرام، كل عام وحضراتكم بخير. نحتفل اليوم ويحتفل المسلمون في شتى بقاع الأرض بذكرى مولد سيد الخلق المبعوث بالهدى والرحمة ودين الحق، الإنسان الكامل، الذي نحتفل بذكراه بذكرى مولده تمكن في 23 سنة قضاها في حياته النبوية على الأرض من أن يقدم للتاريخ نموذجاً للأمة المثالية يعرضه على الأجيال منذ قرون. إن هذا المولود الكامل صلوات الله وسلامه عليه لم يكن في زمن مضى ولا في زماننا هذا بحاجة من الإنسانية إلى تخليد ذكراه، فإن الله قد رفع له ذكره وشرح صدره للهدى والحق وقرن اسمه باسمه عز وجل في شهادة الملايين له آناء الليل وأطراف النهار بأنه أدى رسالة الله كاملة. فما أحوجنا في ذكراه صلى الله عليه وسلم لأن يذكر بعضنا بعضاً أن سعادتنا وهناءنا وكرامتنا وقوتنا وصدق انتسابنا إلى صاحب هذه الذكرى موقوف على الأخذ برسالته وما اشتملت عليه من مبادئ وأخلاق وأحكام ومقاصد. وخير ما نستهل به حفلنا آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا سراجا منيرا.
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. السيد الرئيس، الحضور الكرام، إن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في شهر ربيع الأول من كل عام هو لبنة وخطوة في محور بناء الإنسان الذي هو مقصود عظيم من مقاصد الرسالة المحمدية في بناء الإنسان ودفع إلى الله عز وجل وعمران روحه وقلبه. من هذا المنطلق كانت مبادرة خلق عظيم التي أطلقتها وزارة الأوقاف نحو بناء الإنسان على قبس من النور والحكمة والشمائل المحمدية. عن هذا المضمون ورؤية وزارة الأوقاف يحدثنا الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وختام الأنبياء والمرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفظه الله، فضيلة أستاذنا الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف حفظه الله، السادة الحضور الكرام، يشرفني أن أتقدم إلى حضراتكم جميعاً وإلى شعب مصر العظيم وإلى الأمتين العربية والإسلامية وإلى الإنسانية كلها بأطيب التهاني بالمولد النبوي الشريف المعظم، داعياً المولى جل جلاله أن يعيده علينا وعلى حضراتكم بكل الخير واليمن والسرور. وبعد، فاليوم ميلاد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، النبي المصطفى المرفوع، الحبيب المتحبب المختار، لا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح ويغفر، رحيما بالمؤمنين، يبكي للبهيمة المثقلة ويبكي لليتيم في حجر الأرملة، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا متزين بالفحش ولا قوال للخنا، لو يمر إلى جنب السراج لم يطفئه من سكينته، ولو يمشي على القصب الرعراع لم يسمع من تحت قدميه. بعثه الله مبشرا ونذيرا، فسدده الله لكل جميل، ووهب له كل خلق كريم، وجعل السكينة لباسه، والبر شعاره، والتقوى ضميره، والحكمة مقوله، والصدق والوفاء طبيعته، والعفو والمغفرة والمعروف خلقه،
والعدل سيرته، والحق شريعته، والهدى إمامه، والإسلام ملته صلى الله عليه وسلم. واسمحوا لي أن أقف عند لمحات. اللمحة الأولى: لقد جاء صلى الله عليه وسلم بالعمران ونهى نهياً شديداً عن الفساد في الأرض وإهلاك الحرث والنسل، وأمر أصحابه بالحرف والمهن وحضهم على ذلك، فأحصى العلماء عدد المهن التي وجدت في زمنه الشريف فزادت على 200 مهنة، وهو صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بإتقان تلك المهن وتجويدها وتحسينها حتى تفتح أبواب الأرزاق وتعمر البيوت وننأى عن الفقر ويحصل الرخاء. وألف الإمام الجليل ذو الوزارتين أبو الحسن علي بن محمد الخزاعي التلمساني كتابه الجليل والعجيب والمسمى بتخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية، وقد طبعناه عندنا قديماً في وزارة الأوقاف في مطبوعات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وأحصى شيخنا وأستاذنا الجليل الشيخ رفاعة الطهطاوي في كتابه الجليل في السيرة النبوية والمسمى بنهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز صلى الله عليه وسلم، خصص فيه فصلاً عظيماً يكاد يكون ربع الكتاب عن رعايته صلى الله عليه وسلم للحرف والمهن في الزمان النبوي. وقفز بذلك شيخ شيوخنا الإمام السيد عبد الحي الكتاني في كتابه التراتيب الإدارية في نظام الحكومة النبوية. وقبلهم جميعاً طور الإمام الجليل تاج الدين بن السبكي قوانين إتقان المهن في كتابه العجيب والمسمى بمعيد النعم ومبيد النقم. وبرعاية الشرع الشريف لهذا الجانب العظيم من العمران والتمدن تتطور المؤسسات وتصنع الحضارة. إن احتفالنا بالمولد النبوي الشريف هو في حقيقته إحياء لمقاصد رسالته وبعثته ودعوته وأخلاقه وشمائله، حتى نتخلق بها ونترجمها إلى واقع وعمل يبرهن على صدق حبنا له وإيماننا به صلى الله عليه وسلم. اللمحة الثانية: لقد قال صلى الله عليه وسلم عند أول دخوله إلى المدينة المنورة: أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، ليكون البيان النبوي الأول إلى البشرية كلها في بداية هجرته عليه صلوات الله وتسليماته. فهذا خطابه لأمته، أي للمسلمين جميعاً، أي لمليارين من البشر اليوم، أن تكون هذه المعاني رسالتهم بين بقية البشر، وأن تكون هذه المعاني وظيفة الأمة المحمدية في الإنسانية، أن نطعم الطعام، وأن نحول إطعام الطعام من مسلك فردي يقوم به الشخص إلى دور مؤسسي جماعي يقوم به المسلمون في كافة دولهم ومجتمعاتهم وشعوبهم، حتى لا يبقى على ظهر الأرض جائع. وحينئذ يلتقي وحي السماء وهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما انتهى إليه فكر البشر في الأمم المتحدة التي اعتمدت في سنة 2015 خطة التنمية المستدامة لسنة 2030، فأقرت 17 هدفاً وجعلت على رأسها شعار لا للجوع. أين أنتم أيها المسلمون من ذلك؟ وهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول أطعموا الطعام، والحق جل جلاله يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إن من ورائنا يوما عظيما يبعثنا الله فيه ويسألنا
ماذا فعلنا بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وهل انطلقنا إلى العالمين بهديه وقيمه وأخلاقه؟ فأعدوا أيها المسلمون جميعا عدتكم لذلك اليوم العظيم، وكذلك أن نحول إفشاء السلام كما أمر صلى الله عليه وسلم إلى دور مؤسسي جماعي يسعى به المليارات من المسلمين بين البشر، حتى تنطفئ نيران الحروب في العالم جميعاً، وأن نواجه كل فلسفات صراع الحضارات، وأن ننادي بتعارف الحضارات لقول الله تعالى لتعارفوا، وأن نصل الأرحام فنشيد العلاقات الحسنة بين كافة الشعوب والأمم، لأن الجميع أبناء آدم وبينهم رحم الإنسانية. ثم بعدها يقول صلى الله عليه وسلم: وصلوا بالليل والناس نيام. فأخرها، أخر الصلاة بعد الإطعام والسلام وصلة الأرحام، حتى نعلم أن الإنسانية الكاملة هي مفتاح العبادة الكاملة. وإذا كان الهدي النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم لأمته أن تطفئ نيران الحروب في العالم أجمع، فلهذا نبذل جميعاً كمصريين بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كل جهودنا لإطفاء نيران الحرب في غزة وفي الضفة الغربية، ونأبى لأشقائنا الفلسطينيين أن يهجروا من أرضهم، وندعوهم للتمسك التام بأرض وطنهم مهما كانت التضحيات الفادحة، وأنه لا حل للأزمة إلا بقيام الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. اللمحة الثالثة: اللمحة الثالثة، جاء صلى الله عليه وسلم كما سبق بالعمران ورعاية المهن، فنخرج بشعار فليعمروا، وجاء بإطعام الطعام وإفشاء السلام وإطفاء الحروب، فنخرج بشعار فليصلحوا، وجاء بالفرح بالله وبرسوله، فقال سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، فنخرج بشعار فليفرحوا. وقال لمن سأله عن قيام الساعة: ماذا أعددت لها؟ قال: أعددت لها حب الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فقال سيدنا أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. فنخرج بشعار فليحبوا ولا يكرهوا ولا يحقدوا. وجاء بالخلق العظيم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال: أحبكم إلي أحسنكم خلقا. فنخرج بشعار فليتخلقوا. وجاء بالأمر بالفكر والتعقل والتدبر والنظر والتعلم، فنخرج بشعار فليفكروا وليبدعوا وليطوروا وليخترعوا وليتحضروا. وقال: إن الله جميل يحب الجمال، فنخرج بشعار فليتجملوا. إذن فليعمروا، فليصلحوا، فليفرحوا، فليحبوا، فليتخلقوا، فليفكروا، فليتجملوا. هذا هو سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يوم مولده الشريف. وختاماً، فإنني بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وعلى مسمع من العالم أجمع، أقول لزملائي وأبناء الكرام من الخطباء والأئمة وكافة أبناء وزارة الأوقاف: هذه مواريث النبوة، فتحققوا بها في أنفسكم، واحملوا مشاعر نورها في دعوتكم وفي رسالتكم، لتنوروا بها ربوع الوطن، ولتملأوا بها وعي المصريين جميعاً. ارفعوا أيها الخطباء والأئمة رؤوسكم عزيزة بشرف ما تحملونه وبنبل ما تؤدونه، وكونوا في الناس شامة مظهراً حسناً وحكمةً منيرةً، واجعلوا خطابكم ينزل على قلوب الناس رحمةً وراحةً. والله من وراء القصد. وفي الختام أقول: يا رب، اجعلنا جميعاً في جوار سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم دنيا وأخرى، وخلقنا بأخلاقه الشريفة بجوار أوفى العالمين بذمةٍ، وأعز من بالقرب منه يباهى، من جاء بالآيات والنور الذي داوى القلوب من العمى فشفاها،
أولى الأنام بخطة الشرف التي تدعى الشفاعة خير من يعطاها. إنسان عين الكون سر وجوده، ياسين إكسير المحامد طه. حسبي فلست أفي بذكر صفاته، ولو أن لي عدد الحصى أفواها، كثرت محاسنه فأعجز حصرها، وغدت وما نلفي لها أشباها. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. وفي الختام يأذن لي فخامة الرئيس أن أتشرف بتقديم المصحف الشريف هدية لسيادته، والمصحف الشريف خير ما يهدى. شكرا جزيلا. سلم علينا وجبر خاطرنا يا من حضرنا تقدر صغرنا سيدنا محمد في الحلم زارنا سيدنا ونبينا اللي هدينا سلم علينا وجبر خاطرنا في الحلم. نشاهد الآن فيلما تسجيليا بعنوان مولد النور. هناك قديماً في عالم الأبد، قبل أن تولد الأجرام وقبل أن تشع الشموس وتتوهج النجوم، أراد الله تعالى في سابق علمه أن يصطفي وأن يجتبي وأن يخصص من شاء بمكارمه، فاختار سيداً ممجداً وعبداً محبباً، انتقاه للكمال وانتقى الكمال له، ثم جمع أرواح أنبيائه ورسله أجمعين، وأخذ عليهم الميثاق على تعظيم هذا العبد المحبوب والنبي المصطفى. ثم يخلق الله الخلق، وتتلألأ النجوم، ويعمر الكون، وتتوالى العصور، وتبعث الأنبياء والرسل، حتى يحين الميقات المعلوم في بقعة من بقاع الأرض طاهرة، تشرق شمس النبوة الخاتمة. إنه اليوم الميمون المبارك، اليوم ميلاد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. إنه بحر المكارم ومنبع الجود، صاحب الخلق العظيم، الحبيب المحبوب عند الله، صبر على الأذى، صفح وسامح وأكرم، وعلم الناس الصدق والأمانة والكرم والوفاء والبر والصلة. ما ترك أحدا من البشر إلا أكرمه وجبر خاطره، ويخفف صلاته لبكاء الطفل ويقول: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. فعلم صلى الله عليه وسلم أمته إكرام الطفولة، ويكرم صلى الله عليه وسلم المرأة ويجبر خاطرها، ويقول: استوصوا بالنساء خيرا، ويقول: النساء شقائق الرجال، ويقول: اتقوا الله في النساء، إنها المرأة في مرآة النبوة، هي مفتاح نجاح الحياة ولبنة بناء الأوطان ونبع العطاء الذي لا ينضب، وقد خلقت لتكرم. فعلم صلى الله عليه وسلم أمته إكرام المرأة، ويجبر صلى الله عليه وسلم خاطر ذوي الهمم من أصحابه، ويشيد بهم ويبرز مواهبهم، ويشيع بين الخلق أجمعين إكرامهم، فيقول: وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ يعلمنا أننا إذا كنا جميعا ننصر بهم ونرزق بهم، فهم إذن ليسوا ضعفاء وإن ظنهم الناس كذلك، إنهم إذن في غاية القوة، فهم مفاتيح أبواب السماء وصناع نجاح المجتمع.
فعلم صلى الله عليه وسلم أمته إكرام ذوي الهمم. ويخرج صلى الله عليه وسلم في سفر ثم يعود فيبصر جدران المدينة المنورة وقد لاحت من بعيد. يقول سيدنا أنس وهو يصف هذا المشهد والحال النبوي الشريف فيقول: فيحرك دابته مسرعا إليها من حبها. فأشاع صلى الله عليه وسلم بين أصحابه روح حب الوطن والبر به والحنين إليه، ليجعل حب الوطن فطرة ودينا. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشرى. الابتهالات والتواشيح فن مصري خالص متأصل في وجدان المصريين منذ آلاف السنين، وترتبط ارتباطا وثيقا بحب الله والتقرب إليه وبالصفاء الروحي والسمو بالذات. إن مدح النبي المصطفى والثناء عليه هو في واقع الأمر مدح للنبوة، ويعطي فرصة للاستماع إلى فنون وابتهالات خاشعة يرتقي الإنسان خلالها بروحه ويسمو عن مشاكل الحياة، إلى ابتهال في حب رسول الله مع المنشد مصطفى عاطف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخامة السيد رئيس الجمهورية، السادة الحضور، كل عام وحضراتكم جميعا بخير. قبل ما ندخل لحضراتكم، مصطفى كان بيسألني سؤال عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما يسأل السؤال عايز يسلم على حضرتك يا فندم. ازاي حضرتك يا فندم؟ كل سنة وحضرتك طيب بمناسبة المولد النبوي الشريف. ازيك يا مصطفى وكل سنة وانت طيب. تمام الحمد لله، ربنا يبارك فيك يا فندم. مصطفى كان بيسألني سؤال عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان ايه سؤالك يا مصطفى؟ هو سيدنا النبي كان بيحب الأطفال؟ يعني لو كنت عايش في زمان سيدنا النبي كان ممكن أقابله أو أتكلم معاه؟ الله، سؤالك جميل قوي قوي يا مصطفى. طبعا سيدنا النبي كان بيحب الأطفال، ولو كنت عايش في زمان سيدنا النبي كان ممكن تشوفه وتقابله وتتكلم معاه، وكان ممكن يلعب معاك كمان. ايه ده بجد؟ طبعا، هحكي لك حكاية. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في شوارع المدينة المنورة ويشوف سيدنا الحسين طفل صغير بيلعب مع أصحابه، فيروح له سيدنا النبي ويفتح دراعاته ويقول له تعالى، فسيدنا الحسين يروح منه يمين ويجري وراء سيدنا النبي، ويروح شمال ويجري وراء سيدنا النبي، لحد ما يحتضنه صلى الله عليه وسلم ويحط ايده على راسه ويدعي له. احكي لك حكايه كمان. مره سيدنا النبي ماشي في شوارع المدينه المنوره وشاف طفل صغير قاعد على باب بيته بيبكي، فسال امه قال لها ما يبكيه؟ فقالت يا رسول الله كان عنده عصفور صغير والعصفور بتاعه مات. فقعد جنبه سيدنا النبي وقعد يوسيه ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فيقول مات عصفوري يا رسول الله، مات النغير. فيجلس جنبه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويوسيه ويطبطب عليه ويضحك معاه لحد ما سيدنا أبو عمير يخرج من حالة الحزن اللي فيه ويتحول إلى فرح برسول الله صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا رسول الله، طيب ممكن أطلب منك طلب؟ طبعا تطلب. ممكن تنشد لي أول قصيدة سمعتها في مدح النبي؟ أول قصيدة سمعتها في مدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت للشيخ سيد نقشبندي، هقول لك جزء صغير منها. في بقعة من بقاع الأرض مولانا
بنت وهب أنجبت ولدا فأنجبت خير خلق الله إنسانا صلى الله عليه وسلم. أنا كمان عايز أطلب منك طلب. فضل. إيه أول قصيدة سمعتها في مدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قمر طبعا. تبقى تسمعنا منها جزء ممكن؟ ممكن تنشدها معايا؟ يلا ننشد قمر سوا. بسم الله. إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف احتفال من نوع آخر مختلف. إنه احتفال بالنبوة والوحي الإلهي والكمال الإنساني في أرفع درجاته وأعلى منازله، احتفال بالخلود في أرقى مظاهره وتجلياته، احتفال بالتشبه بأخلاق الله تعالى قدر ما تطيقه الطبيعة البشرية. إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ في هذه المعارج المتعالية شأناً بعيداً، حتى أطلق عليه الإنسان الكامل من فرط ما استوعبه استعداده الشريف من سمو في الفضائل والخلق والأدب الرفيع.
الآن مع كلمة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور أحمد الطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حفظه الله، الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيطيب لي في بداية كلمتي هذه أن أتقدم إليكم سيادة الرئيس وإلى شعب مصر الوفي العزيز وإلى شعوب أمتنا العربية والإسلامية، ملوكها ورؤسائها وأمرائها وسلاطينها، بأطيب التهاني وأصدق الأماني بهذه المناسبة الطيبة المباركة، مناسبة الاحتفال بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الإسلام ورسول الإنسانية ورحمة الله للعالمين، متمنياً للجميع المزيد من التوفيق ومن العزة والقوة والسخاء والرخاء. الحفل الكريم يحار المتأمل في صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يدري بأيها يبدأ ولا بأيها يختم، ولا ماذا يأخذ من هذا الوابل الصيب من صفات الجمال وصفات الجلال، ولا ماذا يدع. وكيف لا وقد وصف الله سعة أخلاقه الشريفة بوصف العظم، فقال في كتابه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. كما وصفته أخبر الناس به زوجه السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حين سئلت عن أخلاقه فقالت: كان خلقه القرآن. وفي رواية: كان خلقه القرآن يرضى برضاه ويسخط بسخطه. ولعل السيدة الكريمة رضوان الله عليها أدركت الأفق المتعالي لهذا الخلق النبوي وصعوبة بيانه للناس عداً وحصراً واستقصاءً، فأحالت البيان إلى أخلاق القرآن الكريم وما بينها وبين أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه من تطابق وتماثل. وبما يعني أن الخلق القرآني إذا لم تكن له نهاية في حسنه وكماله، فكذلك الخلق المحمدي لا نهاية لحسنه وكمالاته، ولا حدود لسعته واستيعابه العالمين بأسرهم، وإلا لما صحت هذه المماثلة بين خلقه النبوي وبين القرآن الكريم في حديث عائشة رضي الله عنها. هذه المطابقة هي السر في اختصاص نبي الإسلام برسالة تختلف عن الرسالات السابقة، حيث جاءت رسالة خاتمة للرسالات الإلهية كما جاءت رسالة عامة تتسع للعالمين جميعاً إنساً وجناً وزماناً ومكاناً، بينما جاءت الرسالات السابقة رسالات محدودة بأقوام بعينهم وفي زمان معين ومكان محدد لا تتجاوزه لمكان آخر. ويجب التنبه إلى أن المفاضلة بين الرسالات الإلهية والمفاضلة بينها أمرها متروك إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لنا نحن المؤمنين بهذه الرسالات أن نفاضل من عند أنفسنا ونحكم بأن رسالة أفضل من رسالة أو نبياً أفضل من نبي، اللهم إلا اتباعاً لما يرد من الشرع الكريم في هذا الشأن. يقول الله تعالى: تلك الرسل
فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، ويقول: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. غير أن هذه المفاضلة لا تجوز من عامة المؤمنين بأن ينشئوا من عند أنفسهم مفاضلة بين نبي ونبي أو بين رسالة ورسالة، وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهيا صريحا، فقال: لا تخيروني من بين الأنبياء، وقال: لا تخيروني على موسى، وقال: لا تفضلوا بين أنبياء الله، وقال: وجاءه رجل من أصحابه فقال: يا محمد، يا سيدنا، يا ابن سيدنا، وخيرنا وابن خيرنا، ويا خيرنا وابن خيرنا، فكان مما قاله صلوات الله وسلامه عليه: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلنيها الله سبحانه وتعالى، وهي منزلة النبوة والرسالة. وهنا وفي هذا المقام مقام الفصل بين خصوصية الشيء وأفضليته، يذكر العلماء بالقاعدة التي تقول: إن الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، ويستدلون بها على أن خصيصة العموم في رسالة الإسلام لا تعني تفضيلها على باقي الرسالات. وقد ضرب العلماء لهذه القاعدة مثلاً محسوساً ومأنوساً، ضربوا مثلاً قدرة الطائر على الطيران بجناحيه في جو السماء مقارنة بالإنسان الفاقد هذه الخاصة، ولم يقل أحد أن الطائر أفضل من الإنسان. سيادة الرئيس، الحفل الكريم، إذا كانت أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم قد تنوعت عدداً ومنزلةً وعلو درجة وكمال شأن حتى أوصف بالإنسان الكامل، فإن صفة من صفاته هذه قد انفردت بالذكر في القرآن الكريم، وهي صفة الرحمة التي وصف بها صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى في أواخر سورة التوبة في معرض الامتنان الإلهي على المؤمنين، حيث بعث فيهم رسولاً منهم وصفه بأنه حريص على هدايتهم وأنه رؤوف رحيم بهم. ثم ذكرت صفة الرحمة مرة ثانية في قوله تعالى في أواخر سورة الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وجاءت بأسلوب القصر الذي يدل على أن هذا الرسول اتحد ذاتاً وأفعالاً بصفة الرحمة حتى صارت سجية راسخة متمكنة في مشاعره ومتغلغلة في أطوائه ومسيطرة على تصرفاته. وقد أكد صلوات الله وسلامه عليه هذا الوصف بقوله في سنته الشريفة: إنما أنا رحمة مهداة، وطبقه في كل تصرفاته مع البشر ومع جميع الكائنات والمخلوقات، وكان ينزع في كل تصرف من تصرفاته من معين هذه الرحمة التي فطره الله عليها وألان بها قلبه، وكان ذلك من أقوى أسباب دخول المشركين في الإسلام. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظاً غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. بل إنه كان رحمة للناس حتى في المواطن التي تكون فيها الرحمة أقرب إلى رذيلة الخوف والجبن منها إلى فضيلة الشجاعة والإقدام. وأعني بهذه المواطن مواطن الحروب والاقتتال والصراعات المسلحة بين الأمم والشعوب. وأول ما يطالعنا من تجليات الرحمة النبوية في هذه المواطن
هو أن القتال في شريعة الإسلام لا يباح للمسلمين إلا إذا كان لرد عدوان على حياتهم أو دينهم أو أرضهم أو عرضهم أو مالهم أو غير ذلك مما يدخل تحت معنى العدوان بمفهومه الواسع. أما القتال نفسه أو حرب العدو أو الصراع المسلح فله في شريعة الإسلام خطر وأي خطر، وله قواعد وضوابط وتشريعات شرعها الله تعالى وطبقها رسوله صلى الله عليه وسلم تطبيقاً عملياً، وهو يقود بنفسه جيوش المسلمين في معاركهم مع أعدائهم، وأمر أمته بالتقيد بها كلما اضطرتها ظروفها وألجأتها إلى مواجهة عدوها. ومن أول ما يلفت النظر من هذه القواعد قاعدة العدل، وهي قاعدة كلية بعيدة الغور في شريعة الإسلام، أمر الله بالالتزام بها في معاملة الصديق والعدو على السواء. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم إن قاعدة العدل هذه تستدعي قاعدة ثانية تلازمها ولا تفارقها في أي تطبيق، وهي قاعدة المعاملة بالمثل، والتي تعني أول ما تعني حرمة تجاوز حدود العدل إلى حدود الظلم والعدوان على الغير. يتبين ذلك من قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، وقوله أيضا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وسبب نزول هذه الآية فيما يقول المفسرون ما روي من أنه صلى الله عليه وسلم نظر يوم أحد إلى عمه حمزة بن عبد المطلب فرآه مقتولا ممثلا بجثته وأعضائه، ولما لم تطق بشريته صلى الله عليه وسلم تحمل ما نزل بعمه قال وهو محزون أشد الحزن: والله لأمثلن بسبعين منهم مكانك. فنزلت الآية وهو واقف في مكانه ولم يبرح، فما كان منه صلوات الله وسلامه عليه إلا أن كفر عن يمينه وأمسك عما أراد. وإذا بدأت الحرب واستحر القتال فها هنا فقه أخلاقي عجيب يحرم على المسلم قتل طائفة من أعدائه ويكف يده عنهم، وذلك إذ يحرم على المسلم أن يعمد إلى قتل النساء أو قتل الأطفال أو مجرد ترويعهم وتفزيعهم، كما يحرم على المسلم قتل الشيوخ في جيش العدو وقتل الرهبان امتثالاً لنهي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: لا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع، والصوامع هي بيوت العبادة. وكذلك يحرم على المسلم المجاهد في سبيل الله قتل عدوه الجريح أو الإجهاز عليه، وكذلك يحرم عليه قتل المرضى وقتل المجانين ومكفوفي البصر. وأصل ذلك قول الإمام مالك رضي الله عنه: لا يقتل الأعمى ولا المعتوه. وكذلك لا يجوز قتل العمال والأجراء ومن على شاكلتهم. وسبب حرمة قتل هؤلاء رغم كفرهم وتكذيبهم ووجودهم في معسكر العدو أنهم لا يتصور منهم مباشرة عدوان ولا مشاركة بالسلاح في قتل المسلمين، وبكلمة واحدة لا تتصور منهم المقاتلة التي جعلها الله السبب الأوحد لإباحة قتال المسلمين لأعدائهم، بل وعلته الوحيدة، وذلك في قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم
ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ومعلوم أنه إذا انتفى السبب انتفى المسبب، وأن الحكم الشرعي يدور مع علته الشرعية وجوداً وعدماً لا مشاحة في ذلك. واستثناء الطائفة المذكورة من القتل رغم كفرهم وعنادهم هو أساس احتجاج القائلين بأن علة القتال في الإسلام هي العدوان وليس الكفر بالإسلام. ومن قواعد الإسلام العامة في القتال التزام مبدأ الفضيلة ومبدأ الإحسان الذي كتبه الله على كل شيء، سواء تعلق هذا الشيء بإنسان أو بحيوان أو بجماد. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وقد ترجم أمراء المسلمين وقادة جيوشهم مبدأ الفضيلة هذا إلى لوحة شرف في قوانين الحروب لا يعرف التاريخ لها نظيراً في غير معارك المسلمين. وها هو الخليفة الأول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يودع قائد جيشه إلى الشام ويقول له: أوصيكم بتقوى الله، لا تعصوا ولا تغلوا ولا تجبنوا ولا تهدموا بيعة، أي كنيسة أو معبدا، ولا تهدموا بيعة ولا تحرقوا نخلا ولا تحرقوا زرعا ولا تذبحوا بهيمة ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تقتلوا شيخا كبيرا ولا صبيا ولا صغيرا ولا امرأة، وستجدون أقواما حبسوا أنفسهم في الصوامع، أي في بيوت العبادة، وستجدون أقواما حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له. وتبقى كلمة ما أظن أن صورة القتال في الإسلام تكتمل بدون الإلمام بها ولو على سبيل الإيجاز والاختصار، إنها صورة الأسرى في الحروب الإسلامية. وفقه الأسير في الإسلام يدور على أمرين لا ثالث لهما، حددهم القرآن الكريم في قوله تعالى: فإما منًا بعد وإما فداء. والمن على الأسير هو إطلاق سراحه وتحريره بغير عوض ولا فدية، أما فداؤه فهو تحريره وإطلاق سراحه مقابل فدية يؤديها أو يؤديها غيره عنه. والأسير الذي يأسره المسلمون من جيش العدو يحرم على المسلمين قتله. وقد نقل ابن رشد إجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حرمة قتل الأسير، ويدل عليه عموم قوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالأسارى خيراً، كما تدل عليه معاملة الجنود المسلمين لأسرى بدر، وكيف كانوا يؤثرون أسراهم على أنفسهم فيعطونهم الخبز ويكتفي الجنود المسلمون في طعامهم بالقليل من التمر، كما تدل عليه الأحكام الفقهية في هذا الشأن من وجوب إطعام الأسير ووجوب الإحسان في معاملته وحمايته من الحر والبرد وتوفير ما يكفيه من كسوة ومن غطاء وإزالة كل ما يصيبهم من ضرر، ووجوب احترام مراكزهم وكرامتهم الشخصية حسب مكانة كل فرد منهم، مستلهمين في ذلك دعوته صلى الله عليه وسلم إلى الرفق بالناس كل الناس في قوله: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف، وقوله صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، وقوله: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. سيادة الرئيس الحفل الكريم، ما أظنني في حاجة بعدما سمعناه عن شأن الحرب في الإسلام وهو قليل جدا من كثير جدا، ما أظن أننا في حاجة إلى عقد مقارنة أو مناظرة بين الحرب في شريعة الإسلام
ونموذجها الإنساني الرفيع ومنذ القرن السادس الميلادي، وبين الصورة البشعة للحرب الحديثة في القرن الواحد والعشرين والتي آل أمرها إلى إبادات جماعية ومجازر همجية وجرائم منكرة ترتكب ضد شعوب مضطهدة تخلى عن نصرتها نظامنا العالمي القوي المتحضر، فقد صمت صمت القبور عن آلام هذه الشعوب وصرخاتها، ثم راح يشمر عن ساعد الجد ليتصدق أخيراً على هذه الشعوب البائسة بكلمات عزاء لا تقول شيئاً أو بمشاعر فاترة لا تختلف كثيراً عن مشاعر القاتل الذي يمشي في جنازة قتيلة ويتقبل عزاء الناس فيه. فالمقارنة في هذا المقام مضللة ومزيفة لكل نتيجة تنتجها مقدماتها، وحسبنا أن نعلم أنه لا يصح في حكم العقل أن تقارن بين الخير والشر، ولا بين الحسن والقبح، ولا بين الفضيلة والرذيلة، ولا بين قانون الغاب وقانون الإنسان الفاضل المهذب. والدرس الذي يجب استحضاره مع كل ذكرى للمولد النبوي الشريف هو تجديد وعي هذه الأمة بذاتها وبتاريخها العريق المشرف وقدراتها المادية والروحية وطاقاتها الخلاقة، وأن تكون على يقين من أنها تملك دواءها إن أرادت وأعدت للأمر عدتها، وأن نكون على ذكر دائم من قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة على قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. كما يجب تجديد العزم على بذل قصار الجهد للتضامن مع غزة وأطفالها ونسائها وشيوخها ومع شعوبنا في السودان واليمن وغيرها، وأن نعلم أن ذلك ليس منة يمن بها على هذه الشعوب الشقيقة المعذبة في الأرض، وإنما هو واجب القرابة في الدين وصلة الرحم وصلة الدم والمصير المشترك. وعلينا أن نكون على ذكر دائم آناء الليل وأطراف النهار من قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. وبهذه المناسبة العطرة يسعدني سيادة الرئيس باسمي وباسم زملائي علماء الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية أن أقدم لسيادتكم النسخة الأولى من ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية، وهي أول ترجمة تصدر عن مركز الترجمة بالأزهر الشريف لتعريف أبناء المسلمين بمعاني القرآن الكريم ممن لا يتحدثون اللغة العربية، ولتعريف كل المهتمين بقراءة معاني هذا الكتاب العظيم دستور المسلمين وهدي السماء البشرية. شكراً لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياة أسلوب.
ندعو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكريم بعض من النماذج المشرفة والمضيئة التي أثرت الفكر الإسلامي الرشيد من مصر والعالم الإسلامي في مجال الدعوة. المكرمون من داخل جمهورية مصر العربية: الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم عبد الكريم علام، مفتي جمهورية مصر العربية السابق، تقديراً لجهوده في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح المستنير خلال توليه دار الإفتاء المصرية، كذلك رئاسة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم. رحمة لقلوبنا ونجا، رحمتك بالناس كفاية، وسنتك أصل الحياة. في المقام انت الأهم، نور كأن البدر تم شمل. فضيلة الشيخ سامي محمد متولي الشعراوي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية سابقا، تقديراً لجهوده في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح المستنير خلال توليه أمانة مجمع البحوث الإسلامية، وتقديراً لجهود والده فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله. ينطق باسمه الحجر وما فيش نبي زيه، الشمس ويا القمر اتخلقوا من ضيه. يا أمنا لما اتولد جبريل نزل سما، الله واحد أحد صلى عليه في السماء. في حضرة أحمد رسول الله، الروح في نور بتدوب وعليك سلام الله. رب الحرم والبيت أنا تبت مش ندمان، عشمان في أهل البيت في المصطفى فضيلة الشيخ منصور الرفاعي عبيد، أحد وكلاء وزارة الأوقاف سابقا، وذلك تقديرا لجهوده وتفانيه في العمل خلال فترة خدمته بالأوقاف، وهو أحد وكلاء الوزارة أصحاب الجهد العلمي المعروف في مجال التأليف والنشر. طبطب على كتفي، بتوضى لما صحيت بدموعه في كفي، والكل جرح دوا وربنا الشافي، ومفيش ضامن لرضا لو قلبي مش صافي. عشان في نظرة رضا والنور على
في حضرة المحبوب أحمد رسول الله. الروح في نور بتدوب وعليك سلام الله. رب الحرم والبيت أنا تبت مش ندمان. عشمان الدكتور هشام عبد العزيز علي عبد الرحمن رئيس مجموعة الاتصال السياسي والتواصل المجتمعي بوزارة الأوقاف. التكريم تقديراً لتفانيه وإخلاصه في العمل ولأدائه المشرف برئاسة القطاع الديني خلال فترة عمله رئيساً للقطاع الديني. يلي جت للناس هدايا رحمة لقلوبنا ونجا رحمتك. المهندس مجدي عبد الله أبو عيد مدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية بوزارة الأوقاف سابقا، تقديرا لتفانيه وإخلاصه في العمل طوال فترة خدمته بوزارة الأوقاف. الناس الاتجاه مشتاقين والله نظرة مشتاقين نمشي في رحابة مشتاقين والله نظرة نبقى في الآخرة صحابة مشتاقين واقفين وبابك عمر. الدكتورة فاطمة عنتر محمد بدري إحدى الواعظات المتميزات في العمل الدعوي أصحاب الفكر المستنير الوسطي بوزارة الأوقاف. المكرمون من خارج جمهورية مصر العربية سماحة الشيخ زمير راكيف رئيس مجلس العلماء بجمهورية قرغيزستان، وذلك تقديرا لفكره الوسطي المستنير ودوره في توطيد أواصر العلاقات المصرية القرغيزية من خلال حضور مؤتمرات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وهو أحد خريجي الأزهر الشريف. سماحة الشيخ عبد القادر شيخ علي وزير الأوقاف السابق ووزير شؤون الرئاسة السابق بجمهورية الصومال. والتكريم يأتي دعماً لدور مصر الإفريقي، وهو أحد علماء الدين الوسطيين بدولة الصومال وحريص على توطيد العلاقات المصرية الصومالية. أحمد ياسين يا جد الحسن والحسين يا مصطفى زاد الحنين. الآن مع كلمة السيد رئيس الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، العلماء والأئمة الأجلاء، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. نجتمع اليوم لنحتفل والأمة الإسلامية بذكرى ميلاد خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. هذا اليوم المبارك الذي أذن الله تعالى فيه لشمس الهداية النبوية أن تشرف على الدنيا بمولده صلى الله عليه وسلم. ويطيب لي في هذه المناسبة العطرة أن أتوجه بالتهنئة لشعب مصر الكريم ولكافة الشعوب العربية والإسلامية، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على الشعب المصري وعلى الأمتين العربية والإسلامية
وعلى العالم أجمع بالخير واليمن والبركات. السيدات والسادة، إن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف يبعث في قلوبنا معاني الإنسانية الحقيقية، إذ كان مولده صلوات الله وسلامه عليه إحياء للإنسانية وتكريما لها. ولعل احتفالنا اليوم يمثل فرصة للاطلاع على سيرته العظيمة صلى الله عليه وسلم، وتعزيز مفاهيم رسالة الإسلام في أذهاننا التي بلغت بالإنسانية أعلى درجاتها، فرسمت للبشرية طريق المحبة والإخاء من خلال منظومة أخلاقية من شأنها أن تجمع ولا تفرق، وتبني ولا تهدم، فهي رسالة تدعو إلى التعايش والبناء والتنمية، حيث بيّنت آيات القرآن الكريم أن من أسمى غايات الخلق بناء الإنسان بناءً قويمًا ليؤدي مهمته التي كلفه الله تعالى بها، ألا وهي إعمار الكون وتنميته. ولا شك أن مهمة بناء الإنسان وتكوينه وإعداده مسؤولية تضامنية وتكاملية تحتاج إلى تضافر جهود المؤسسات الدينية والعلمية والثقافية والشبابية والإعلامية، ومن قبل كل ذلك الأسرة، لنبني معاً إنساناً قوياً واعياً رشيداً يبني وطنه في مختلف المجالات، ليكون قدوة ونموذجاً حسناً لتعليم دينه، إنساناً صاحب شخصية قوية سوية قادرة على تخطي الصعاب ومواجهة التحديات وبناء التقدم والحضارة والعمران. السيدات والسادة، إن قول رسولنا الكريم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق لهو دعوة لنا جميعاً أن نتحلى بالأخلاق الحميدة في جميع مجالات حياتنا، متطلعين في هذا الصدد إلى مزيد من الجهود في بناء الإنسان بناءً أخلاقياً وعلمياً وثقافياً ومعرفياً ونوعياً، من خلال استخدام جميع الوسائل الحديثة والأساليب المتطورة التي تتسق مع طبيعة العصر ومستجداته، لينطلق الإنسان في تعامله مع غيره من خلال مبادئ سامية يعمها الخير والنفع والرفق والشفقة والرحمة بجميع الناس، لتعيش كل الشعوب في أجواء من السلام والأمان، ويكون منهجها عند الاختلاف قائماً على أساس من الحوار والإقناع دون إكراه أو إساءة. وفي الختام أؤكد أننا في حاجة ماسة لمضاعفة الجهود التي تقوم بها جميع مؤسسات الدولة، وخاصة المؤسسات الدينية، في مجالات بناء الإنسان وترسيخ القيم ونشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة. كما أؤكد أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في توفير كل الدعم وتهيئة المناخ المناسب لإنجاح تلك الجهود. أشكركم، وكل عام وأنتم بخير، ومصرنا والأمة الإسلامية والإنسانية كافة في خير وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام الوطني. Thank you.
محمد يا طه الأمين، يا رحمة للعالمين.